ثاني أكبر أقضية صلاح الدين بعد سامراء وبعدد سكان زاد على 173,000 نسمة. قضاء بيجي الذي ناله ما ناله من خراب الحرب وويلات الأهمال. أبناؤه يعانون نقص الخدمات من تبليط شوارع وإعمار جسور وتوفير ماء وكهرباء وغيرها من مستلزمات الحياة الاعتيادية، حيث طالبوا بتحسينها مذكرين باستحقاقاتهم التعويضية لما دمر خلال الحرب على داعش. خدمات ماكو، مي ماكو، شوارع تعبانة، عمارات مفلشة، البيوت مفلشة. أصعد على حياة فوق شوف تلقى الشارع ممرود بشارعه، ما حد عمر كل شيء ولا حد عوض المواطنين أي فلس. هاي التبليط، هاي السوق كله ماكو تبليط، سووا هذا الشارع واحد بس بالبيجي كله، يجي منك يطب إلى الفتحة ماكو أي تبليط، أي إعمار ماكو، ما صار بيها البيجي. والله نطالب بالجسور، نطالب يعني بالمي، ما يهم ماكو يعني، وحياة شوية تعبانة عند حال. الحكومة المحلية في صلاح الدين ولما نال المحافظة ومنها قضاء بيجي من تخريب تضرر المواطن بأملاكه الخاصة بسببه، دعوا إلى زيادة التخصيصات المالية للمحافظة وصرفها لتعويض وإعادة تأهيل ما دمر، متأملين وطامحين بنقل المحافظة من الإصلاحات الخدمية إلى التنمية وفي جميع المجالات، لأن محافظاتنا محافظات تضررت كثيرا بسبب الأرهاب، وهناك المئات من الآلاف قد تضرروا، منهم من تضررت منازلهم أو أملاكهم أو عماراتهم أو مزارعهم أو مرشاتهم الزراعية، حقول الدواجن، كل شيء تضرر في محافظة صلاح الدين وبكل أقضيتها وبكل نواحيها. نحتاج كثيرا يعني تخصيصات، لدينا طموح كبير أن نكمل كل الخدمات الضرورية ونقفز إلى من موضوع الخدمات إلى موضوع التنمية، التنمية الزراعية والتنمية الصناعية والتنمية بكل المجالات. وعلى الرغم من وجود الإصلاحات والشروع بإعادة البنى التحتية في بيجي، إلا أنها لا ترتقي بمستوى ما يتمناه المواطن وتطمح إليه الحكومة المحلية في بيجي وبما يتناسب ومستوى الدمار الذي لحق بها. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.